أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. خلال هذا الشريط سوف نتطرق إلى درس الجهاز العضلي، إذ تعتبر العضلات عنصرا مهما لإنجاز حركات الجسم، فهي المستجيب الحركي للأنشطة العصبية سواء الإرادية منها أو الغير إرادية، إذ تستجيب لتأثير السيالة العصبية النابضة الواردة من المراكز العصبية. خلال هذا الشريط سوف نحاول الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي خاصيات العضلة الهيكلية؟ ما هي المكونات البنيوية للعضلة؟ كيف يتم التقلص العضلي؟ وأخيرا كيف تتم وقاية الجهاز العضلي؟ ابقوا معنا. نبدأ بحركات التني والبسط، إذ تتم مختلف حركات الجسم بناء على حركتي التني والبسط. لنقم بمقارنة شكل العضلات خلال حركتي التني والبسط. أثناء تني الساعد تكون العضلة ثنائية الرأس متقلصة، بينما تكون العضلة ثلاثية الرأس منبسطة. أثناء بسط الساعد العكس، تكون العضلة ثنائية الرأس منبسطة، بينما تكون العضلة ثلاثية الرأس متقلصة. إذا نستنتج أن مختلف حركات الجسم تنتج أساساً عن عمل عضلات متعارضة، إذ يتزامن تقلص إحدى هذه العضلات مع انبساط الأخرى. خاصيات العضلة الهيكلية. للكشف عن خاصيات العضلة الهيكلية التي تمكنها من إنجاز الحركة، نقترح التجارب الآتية. التجربة الأولى: نهيج العضلة بواسطة تيار كهربائي. النتيجة: تستقبل العضلة الهيكلية الإهاجة وتجيب بالتقلص. الاستنتاج: تتميز العضلة الهيكلية بخاصية الاهتياجية فهي هيوجة، وتتميز بخاصية التقلص فهي إذن قلوصة. التجربة الثانية: نعلق للعضلة كتلة صغيرة ثم نزيلها بعد ذلك. النتيجة: بعد وضع كتلة صغيرة تمددت العضلة، وبعد إزالتها عادت إلى حجمها الأصلي. إذن نستنتج بأن العضلة الهيكلية تتميز بخاصية المرونة. التجربة الثالثة: نعلق للعضلة كتلة ثقيلة ثم نزيلها بعد ذلك. النتيجة: بعد وضع كتلة ثقيلة تمددت العضلة، وبعد إزالتها لم تعد إلى حجمها الأصلي. إذن نستنتج بأن العضلة الهيكلية مرونتها فهي محدودة. الحصيلة: تشكل العضلات الأعضاء المستجيبة للسيالة العصبية الحركية الصادرة عن المراكز العصبية الحركية المسؤولة عن حركاتنا الإرادية واللا إرادية. وتتميز العضلات بثلاث خاصيات، وهي: أولاً الاهتياجية (الإكسيتابيليتي)، تتمثل في قدرة العضلة الهيكلية على الاستجابة للإهاجة المباشرة بواسطة وهيجات مختلفة كهربائية أو ميكانيكية أو عن طريق إهاجة العصب الذي يعصبها. الخاصية الثانية القلوسية (la contractilité)، تتجلى في تقلص العضلة بعد إهاجتها وتترجم بانتفاخ وتصلب بطنها مع انخفاض طولها. الخاصية الثالثة المرونة
الإلاستيسيتي تتجلى في إمكانية استرجاع العضلة لطولها الأصلي بعد إلغاء القوة المسببة لتمددها. كما أشرنا سابقا، صحيح أن العضلة تتميز بخاصية المرونة، ولكن مرونتها فهي محدودة. بنية العضلة الهيكلية تتكون العضلة الهيكلية من مجموعة حزم يحيط بها نسيج دام. كل حزمة عبارة عن مجموعة من الألياف العضلية، وكل ليف عضلي عبارة عن خلية متعددة النواة. كما تحتوي العضلة على شبكة من الشعيرات الدموية والألياف العصبية. يعتبر الليف العضلي الوحدة الوظيفية والبنيوية للعضلة. سوف نأخذ كمثال الانعكاس الضاغسي الذي رأيناه في الفصل السابق لنوضح كيف يتم مرور السيالة العصبية الحركية من العصب الحركي إلى العضلة، مفهوم الصفيحة المحركة. تتصل تفرعات كل ليف عصبي حركي التشجر النهائي بمجموعة من الألياف العضلية في مستوى الصفيحة المحركة La plaque motrice. عند وصول السيالة العصبية الحركية عند نهاية الليف الحركي يتم تحرير وسيط كيميائي يدعى الأسيتيلكولين، ينتقل إلى الليف العضلي ويسبب تقلصه. نمر الآن لمتطلبات التقلص العضلي. معطيات: لاستخلاص حاجيات العضلة الهيكلية من أجل التقلص، تم قياس حجم الأكسجين وحجم CO2 ثنائي أكسيد الكربون وكمية الجليكوز في الدم الداخل والخارج في حالتين، في حالة نشاط وفي حالة راحة. إذن سوف نقوم بمقارنة نسبة الأكسجين في حالة راحة، عضلة في حالة راحة وعضلة في حالة نشاط. من خلال المقارنة نستنتج بأن العضلة في حالة نشاط تستهلك كمية أكبر من الأكسجين، بينما بالنسبة لثاني أكسيد الكربون العضلة في حالة نشاط تقوم بتحرير كمية أكبر من ثنائي أكسيد الكربون، بينما فيما يخص كمية الجليكوز المستهلكة من طرف العضلة في حالة نشاط فهي أكبر بكثير من كمية الجليكوز المستهلكة من طرف العضلة في حالة راحة. إذن نلخص متطلبات التقلص العضلي كما يلي: تستهلك العضلة في حالة نشاط كمية كبيرة من الجليكوز والأكسجين مع طرح كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة مع العضلة في حالة راحة. نستخلص أن التقلص العضلي يتطلب استعمال الطاقة التي يتم تحريرها نتيجة أكسدة الجليكوز بواسطة الأكسجين، ويصاحب ذلك تحرير ثنائي أكسيد الكربون والماء وفضلات أخرى. النشاط العضلي يتم بفضل اندماج وظائف الاقتيات ووظائف الربط. نصل الآن إلى وقاية الجهاز العضلي. في هذا الجدول لدينا بعض المخاطر التي تهدد العضلة كالتشنج العضلي، التمزق العضلي، استعمال المنشطات، وكذلك استطالة العضلة. هو عبارة عن جدول ملخص، وللتعمق أكثر في الأمراض والمخاطر التي تهدد العضلة يمكن لكم أعزائي التلاميذ القيام ببحث حول هذه المخاطر. إلى اللقاء وشكراً.